السلام عليكم ورحمة الله، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم مزيانين ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا بغيت نشارك معكم هذه البندانات ديال الشعر بهذه الطريقة هذه كيف ما كتشوفوا. اول حاجة غنحتاج للخيط كيف ما كتشوفوا. بطبيعة الحال اللون كيبقى على حسب اختيار كل واحد، وغادي نحتاج لهاد الاستيكاس هذا باش غادي نخدم فيهم هاد الخدمة هذه. وغادي نحتاج الكروشي النمره رقم 2 او على حسب السمك ديال الخيط اللي عندكم. المهم خليكم مع الطريقه. اول حاجه غادي ندير واحد السنسله بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وغنجيب هاد الاستيك اللي عندي بحال هكا، ونحاول ندير هاد السنسله هكا كيف ما كتشوفوا، ونطلع بربعه ديال السنيسلات. 1 2 3 4 بحال هكا، ونشد الخيط ندورو 2 الخطرات. 1 2 كيف ما كتشوفوا، وندورو على هاد لاستيك بحال هكا كيف ما كتشوفوا، نخرجو من هنا ونعاود نخرجو من هنا كيف ما كتشوفوا بحال هكا. كذلك نعاود نفس الطريقة، 1 2، وهاد الخيط اللي عندي هنا حتى هو في نفس الوقت نثبته مع الخدمة، مع حدي كنخدم والخيط كذلك حتى هو كنثبته. مهم نخرج الخيط من هاد البلاصة ونعاود نخرجه من هنايا كيف ما كتشوفوا، نعاود نفس الطريقة. مهم هاد الخدمة هادي كتسمى عمود بلفتين. مهم الخيط المرة الأولى، كذلك نعود ندور المرة الثانية ونفس الخدمة نبقى غادية بها بحال هكا كيف ما كتشوفوا بنفس الطريقة. هانتوما الخدمة راها سهلة. 1 2 بنفس الطريقة نخرج الخيط من هنا ونعاود نخرجه من هاد البلاصة. 1 2 بحال هكا، هانتوما 1 2 نبقى غادي بنفس الطريقة حتى نكمل. مهم حتى نكمل هاد الدور ديالي كامل كيف ما كتشوفوا عندي هنايا. حاولت انني نعمره مزيان، يعني نعمر هاد اللاستيك عندي هاكا مزيان. كذلك نفس الطريقه غادي نعاود نديرها هنايا هانتوما كيف ما كتشوفوا. المهم انا نكمل الدور ديالي كامل ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا من بعد ما خدمت هانتوما وعمرت هاد البلاصه مزيان، هاد الاستيك ديالي عمرته مزيان بهاد الخدمه هادي، وصلت هنا في الاخير. غنجي لهاد السنيس للاخيره هنايا، وغادي ندير غرزة منزلقة بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وغنجي لهاد البلاصة هنا هنايا وغندير سلسلة. كذلك هنا غادي ندير 4 ديال السلاسل، 1 2 3 4، وفي نفس البلاصة غندير منزلقة بحال هكا. كذلك نجي لهنا لهاد البلاصة هنا لهاد الفراغ اللي هنايا هنايا بحال هكا، ندير منزلقة ونخدم 4 ديال السنيسلات، 1 2 3 4، وفي نفس البلاصة غندير غرزة منزلقة أو حشو. كذلك نجي لهاد الفراغ اللي حداه نبقى غادي بنفس الطريقة، غرزة منزلقة هانتوما، وغندير 4 ديال السنيسلات، 1 2 3 4، في نفس البلاصة غرزة منزلقة. كذلك الفراغ اللي هنا غندير منزلقة بحال هكا، وندير 4 ديال السلاسل، 1 2 3 4 بحال هكا، وفي نفس البلاصة ندير غرزة منزلقة كيف ما كتشوفوا هكا، 1 2
ثلاثة أربعة، وفي نفس البلاصة ندير غرزة منزلقة كيف ما كتشوفوا. فحال هكا كتكون عندي، فحال هكا. المهم انا نبقى غادي بنفس الطريقه حتى نكمل هاد الدور ديالي كامل، ونرجع معكم ونوريكم الشكل النهائي. كيف ما شفتوا انا كذلك في نفس البلاصه غندير منزلقه، ندير واحد جوج ثلاثه اربعه في نفس البلاصه غرزه منزلقه، يعني سلسله نتبع غير السلاسل في نفس البلاصه غرزه منزلقه كذلك. المهم نفس الطريقه كتبقى تعاود اربعه، يعني في نفس البلاصه غرزه منزلقه كذلك، هنايا منزلقه غندير واحد جوج ثلاثه اربعه في نفس البلاصه غرزه منزلقه كذلك، هنايا سلسله واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه. المهم غادي بنفس الطريقه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه. المهم خمار الصبيكه غيكون عندي سلسلات ديال بيكو بحال هكا واحد جوج ثلاثه اربعه في نفس البلاصه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه في نفس البلاصه كذلك. من بعد ما كملت هانتوما كتجيني بهذه الطريقه هذه. كنتمنى تعجبكم الصراحه. الخدمه ديالها كتجي سهله وما كتاخدش الوقت بزاف، هانتوما كيف ما كتشوفوا ما كتاخدش الوقت بزاف وكتجي زوينه، كتجيني بهذه الطريقه هذه. كنتمنى تعجبكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. السلام عليكم.